اولا اشكر شركه اوركيديا على المجهود اللي بتعمله للخدمه المجتمعيه، واشكر حضور جميع من زملائي واخواتي واولادنا جميعا. ومعلش هي اخر توك، هو انا عارفه زماننا كلنا اكزوستد، لكن احنا الموضوع هو خرجنا عن الريفراكتيف والكاتركت خالص لموضوع مختلف وممل، هي الجلوكوما. كلنا عارفين طبعا ان العيانين بتاع الجلوكوما اللي ماشيين على الميديكيشن في فتره من الفترات، يا اما العيان هيوقف الميديكيشن لسبب اقتصادي، يا اما بور كومبلانس زي ما الدكتور ايهاب قال، دكتور ايهاب غنيم، يا اما انا بالنسبه لي انا العيان لقيته ديتيريتنج، انا خدت قرار ان انا هعمل له جلوكوما سيرجري. معظمنا او 99% مننا بيدو سبسكليرال ترابيكلاكتوم. طب هل السبسكليرال ترابيكلاكتوم هي 100% سيف؟ لا، واحده من الكومبليكيشنز اللي بتحصل معايا هي الفيلنج. امتى تفشل مني سبسكليرال؟ اهم سبب لها هو الفايبروزس. احنا عندنا نوعين من الفايبروزس، السبسكليرال سب كونجنكتيفال يعني فوق التنن، والسب تنن. السب كونجنكتيفال هو الميجور وممكن يحصل ايرلي في الجلوكوما سيرجري بعد الجلوكوما سبسكليرال، وممكن يحصل ليت. اما السب تنن فايبروزس ده بيحصل ليت لازم. طيب ايه المنظر العام اللي بتقول لي انا العيان ده ممكن يحصل له منه فيلي؟ في عندنا العيانين قسمناهم لثلاثة كاتيجوري، الهاي ريسك، ودول العيانين اللي يوفيتس ونيو فاسكولار جلوكوما واللي عمل جلوكوما سيرجري حتى ايفن حطت ميتومايسن. طب هنقول ليه هو عيان حطت ميتومايسن وبقى هاي ريسك؟ لان الانتي فايبروتيك ايجنتس معظمها بتاتاك الفايبروبلاست في المكان اللي انا حاطه فيه الميتومايسن او الفايف اف يو، اما المنطقه اللي حواليها الفايبروبلاست بيبقى متجننه اجريسيف جدا، فحوالين البليب اللي انا عملت لها ميتومايسن بيبقوا الفايبروزس بتاعها عاليه جدا. الناس الثانيه الميديت انترميديت ريسك، العيانين اللي عاملين قبل كده كاتركت سيرجري، او عيانين مثلا واخدين انتي جلوكوما ميديكيشن زي الادرينالين. اللو ريسك العيانين اللي هم بيبقوا الى حد ما توبيكال ميديكيشن زي البيتا بلوكرز والبايلوكار والناس الافريكان، وكمان العيانين اللي هم اصغر من سن ال 40. طب اعمل ايه؟ قدامي حاجات بري اوبراتيف اجهز بيها العيان، وحاجات انترا اوبراتيف، وحاجات بوست اوبراتيف. البري اوبراتيف اجهز عياني كويس، بمعنى انا عندي عيانين بيستخدموا جلوكوما ميديكيشن. معظم جلوكوما ميديكيشن سواء بروستاجلاندين انالوجز، الادرينالين، البيتا بلوكرز، البايلوكار بيعملوا نوع من الكرونيك انفلاميشن، وهذا الهايبرينيا والكرونيك انفلاميشن هيقلل لي الايفكت بتاع الجلوكوما سيرجري. فوقف الميديكيشن اقدر، واستخدم سيستميك كاربونيك انهيدريز انهيبيتورز، واستخدم توبيكال انتي انفلاماتوري زي الستيرويدز اللي هم ما بتزودش التنشن زي الفلوروميثازونز الاف ام ال زمان او الفلوكا دلوقتي. طيب لو السبب الانجري كونجنكتيفا ده ما كانش سببها جلوكوما ميديكيشن، معظمهم العيانين اللي بيدوا البلفرايتس، العيانين اللي عندهم دراي اي، كرونيك دراي اي، الحالات اللي زي دي لازم اعمل بروبر هايجين، انظف الرموش كويس، استخدم توبيكال انتي انفلاماتوري، وممكن لو اضطر ان انا استخدم سيستميك تترا سايكلين من حوالي شهر تقريبا قبل العمليه، لان ده بيقلل الانفلاميشن اللي بيحصل من حاجات ثانيه غير التوبيكال انتي جلوكوما. طيب الانتروبريتيف انا حاجات اقدر اعملها بقى في ايدي اتحكم بيها للهيلينج بروسيس اللي بتحصل. عشان نفهم احسن الاتاك اللي بتحصل معايا ازاي، في عندنا اربع ستيجز للهيلينج بتاع الووند اللي هو سبسكليرال ترابيكلاكتوم. اول مرحله اللي بيحصل بوست اوبريتيف على طول بعد الايام الاولى من الجراحه، وبيحصل فيها كرونيك انفلاميشن على امل ان الجسم يدافع عن نفسه، فبيكون اكيوت كلوت فايبرنت تيشو جواها بشويه بلاد عشان يقفل الايه الانتري اللي انا عاملاه ده ديفنسيف ميكانيزم. المرحله اللي بعدها بيبدا الفايبروبلاست تشتغل وتكون لي فايبرين، اللي بعدها الفايبرين يتحول لكولاجين، والنهائيه ان الكولاجين ده يحصل له ري اورينتيشن عشان يتكون كولاجين ويل اورجانيزد ويل اورينت. طيب في الفيز الاولانيه بتاع الانفلاميشن انا قدامي مشكله، عندي انفلاماتوري سيلز، ففي الحاله دي بدي انستراكشن للبيشنت، ولو كان البيشنت ده طفل بدي انستراكشن للاسره بتاعته، بقول له ان التوبيكال ستيرويد البوست اوبريتيف يكون فريكوينت سي كل ساعتين اول 3 لـ 5 ايام. ليه؟ لان الفيز الانفلاميشن الاولانيه خالص بتاخد من 3 لـ 5 ايام، فانا الفريكوينت ستيرويد في المرحله دي هتساعدك. طيب الفيز اللي بعدها اللي هي فايبروبلاستس
بروليفريش دي بتاخد لها حوالي اسبوعين. يبقى في المرحله دي ان انا استخدمت اثناء السيرجري بتاعي دراج تساعدني ان انا اقلل فايبروبلاست بروليفريش زي الانترا اوبراتيف مايتومايسين سي او الفايف اف سي بوست اوبراتيف او انترا اوبراتيف. لكن ناخد بالنا ما نستخدمش الدرجز دي بمعنى كده يعني بلد نقول عمياني. اعرف ان كل حاجه في الدنيا زي ما لها مصلحه لها ضرر. طيب ريسنتلي بدا الناس تستخدم الانتي فيجف انترا اوبراتيف نحقنها ونستخدمها على اساس انها تقلل نيو فيسل فورميشن وبالتالي تموت الفايبروبلاست قبل ما تتحول لفايبروسايتس. الفيس اللي بعدها ان انا بتكون بعد كده الفايبروبلاست تتكون فايبروسايتس والكولاجين يتكون بس مش ويل اورجانيز ويل اورينت. في المرحله دي مين اللي بيشتغل خلال هي بتاخد فتره من 2 ل 4 اسابيع مين اللي بيشتغل هنا؟ الامنيوتيك ممبرين هو اللي له هذه الخاصيه. طب هو بيعمل ايه الامنيوتيك ده؟ ان هو له انتي فايبروتيك انتي فاسكولار انتي انفلاماتوري افكت. يبقى انا اتاكل بلاد فيسلز اتاكل فايبروبلاست فبتقلل لي الفيلينج والكولاجين فورميشن. طب الميتومايسين ده افيلبل ازاي عندي؟ في طريقه في سورسين انا استخدمه، يا اما اللي هو بريزرف زي الكيراتوبلاستي في ميديا وفي الحاله دي هو بيبقى فروزن وبجيبه بشتغل بيه ساعتين قبل ما اشتغل بتسيح وابدا اخده من على نيتروسلولوز بيبر زي ما احنا شايفين البريق هنا وبسحبه وبعمل الكونجنكتيفا بعد بين السبسكليرال والترابيكولوتومي وازرع واحده من الشيت دول بتاع الامنيوتيك تحت الكونجنكتيفا تحت السكليرال فلاب واحده ثانيه فوق السكليرال فلاب واقفل الكونجنكتيفا بتاعتي. طيب الاخيره الفيز الاخيره خالص ان يحصل ان عندي ان الكولاجين يبقى ويل اورجانيز ويتكون فيرم كولاجين بان تقفل بقى السبسكليرال سايد بتاعتي وتعمل الفايبروز. المرحله دي مين اللي بيشتغل فيها؟ حاجه اسمها اولوجين. مين هو الاولوجين ده؟ عباره عن بورس ماتيريال. هذه البورس ماتيريال بنزرعها بنحطها فوق السكليرال فلاب تحت الكونجنكتيفا يعني سب كونجنكتيفا عباره عن حاجه اسمها اتيلو كولاجين مينلي هايلي بورس ستراكشر. جوه البورز دي الفايبروبلاستس تدخل وتمنعها ان هي تتجمع على بعضها وتدينا كولاجين فيرم. ميزته ان هو انرت يعني ما بيعملش هايبر سنسيتيفيتي رياكشن ما فيش منه انفكشن ما فيش منه مشكله اساسيه هي البرايس بتاعته لانه قرب من ال 1000 جنيه. طب البوست اوبراتيف بقى انا خلاص عملت ما يستلزم مني عملت بروبر انتي انفلاماتوري دراجز بوست اوبراتيف انترا اوبراتيف عملت حطيت مايتومايسين حطيت مايتومايسين مع اولوجين مع الامنيوتيك ممبرين. بوست اوبراتيف كمان ليا دور انها زي ما قلنا الفريكوينت توبيكال ستيرويد زي ما قلنا. تاني حاجه نعمل بروبر اوكلر مساج لو في سوتشر ادجستبل سوتشر ان انا ممكن اعمل لها سوتشر لايسس او ادجستمنت. لو انا استخدمت انتي ميتابولايت بوست اوبراتيف ممكن استخدمها بس بتركيزات مخففه جدا. ممكن احقن بوست اوبراتيف 5 اف يو او استخدم الليزر نيديميوم ياج ليزر ان انا افتح بيها جونيو بانكشن. طيب عشان نعرف ايه الفيلنج بلاب ايه البلاب اللي قربت تفيل احنا بنتكلم عن المرحله الانترميديت زون لازم اعرف الايديال النورمال بلاب الهيلث بلاب. الهيلث بلاب زي ما احنا شايفينها بالمنظر ده هي ديفيوز طبعا الاي او بي نورمال الويل انتيو تشامبر والفورمد هي ديفيوز وفيها بعض الفاسكولاريزيشن والمايكروسيست بسليت لاب. طيب لما ناخد بالنا من نقطه بقى ان انا لو دي في بلاب طبيعيه خالص وفي اي ليك في الكونجنكتيفا في المرحله دي اقول انها شغاله والليك ده صغير لا لا خد بالي ان اي ليك في اي بليب حتى لو هي فانكشنال وكويسه ان انا اقفلها. ليه؟ لان مع الوقت الليك ده هيخلي الفايبروس تيشو حواليها يتكون وتتحول من فيلينج بليب لفيلد بليب. طيب الفيلينج بقى منظرها ازاي؟ نيجي نلاحظ ان هي الاي او بي بدا يعلى الانتيو شيمبر والفورمد لكن نيجي نلاقي الفاسكولاريزيشن اباوت تو بي ماسيف بالنسبه للمقارنه للي فاتت. طيب في الحالة دي هي دي مشكلتنا اللي احنا لازم نبدأ نعمل لها اتاك ونمنع حدوثها. طيب الفيلد بقى او بنسميها انسيستد او انكابسوليتد نلاقيها زي ما احنا شايفين الوول بتاعها السيك فيها بلاد فيسلز وامينانت بلاد فيسل والتنشن طبعا عالي والانتيور تشيمبر برضو فورمد. طيب لو هي فيلد بقى خالص ليت فيلينج هنلاقيها بالمنظر اللي احنا شايفينه فلات وهايلي انجري زي ما احنا شايفين بالشكل ده لكن الجزء اللي البليب دي تبقى السلايتلي افاسكولار يبقى البلاد فيسلز اللي حواليها بيحاطوها داخلين عليها لكن هي نفسها الفاسكولاريتي بتاعتها اقل.
طيب انا عندي بقى فيلينج بليب يعني التنشن بدا يعلى الكونجنكتيفا بتاعتي في البليب فيها بلاد فيسلز بدا يعملوا انكروتشنج عليها وانجري اي طيب انا في المرحله دي اعمل ايه قلنا اول حاجه نبدا بسيستميك ابيتوبيكال استيرويد فريكوينت على قد ما نقدر بعدها نعلم نعمل ريبيتد مساج لو المساج بتاعي فيلد ابدا بعد كده استخدم الريزرف الادجستبل سوتشر طيب هاو تو دو المساج الجزء الاولاني الاقلر مساج في البدايه لازم انت تعمله للعيان وتعلمه مش هقول له روح اعمل في البيت مساج لا يبقى اول حاجه اعمله للعيان تاني حاجه ان بعد العيان ما اتعلمه اعمله تيست قدامي قول لي تعمله ازاي طب انا بعمله ازاي ببساطه خالص بعلم العيان ان هو يبقى على اللور ليد في الصنب بتاعه على البرمر سورفس ويضغط على الجلوب ويشد الاول الليد لفوق ليه لان انا لو ما علمتوش ان يرفع الليد لفوق ممكن صبعه وهو بيشتغل كده يقوم مدخل صبعه في عينه دي نمره واحد تاني حاجه لما يجي يعمله في البيت يعمله قدام المرايه عشان يبقى شايف تالت حاجه ان انا علمته للعيان نفسه او للام او للاب لو ده طفل يبدا يعمله قدام المرايه بهذه الطريقه يعمل ستيدي بريشر على اللور ليد وقلنا يرفع الجفن اللور ليد لفوق ويضغط على الجلوب ان ستيدي مانر مش يفضل يعمل في عينيه يهز عينيه لا ده ستيدي وما يكونش بينفول نقول له لو وصلت للمرحله ان انت تحس بين من الضغطه قلل شويه الضغطه بتاعتك اعملها لمده قد ايه بيعمل 10 ثواني ضغطه ويريح 5 ثواني وبعدين يضغط 10 ثواني ويريح 5 ثواني لمده قد ايه كم مره بنعملها من 3 ل 4 مرات بير داي او العيان او اهله زي ما احنا قلنا ان انت العيان يبقى نشجعه ان يعمل الديجيتال بريشر اب تو 6 ل 8 مرات من 6 ل 6 من 4 ل 6 اسابيع لو هعمل نيدلينج واكمل بالمساج يعني انا لو هو المساج قبل ما اعمل النيدلينج كانت الامور لسه ايرلي هعمله من 3 4 مرات اما لو انا عملت نيدلينج واحتجت ان انا مساج بعد النيدلينج فبنكبر المده ونطول العدد نزود عدد المرات نعم قلنا 10 ثواني ضغطه ويريح 5 ثواني ويعيد 10 ثواني ويريح 5 وهكذا 3 ل 4 مرات في اليوم لا قصدي المره يعني قلت 10 وبعدين 5 بيعمل البريشر لا مش بالثواني واحنا قلنا البريشر ثواني 10 ويريح 5 10 ويريح 5 من 3 ل 4 مرات في اليوم طب النيدلينج بقى احنا قلنا مرحله المساج عرفنا نعمله ازاي وامتى النيدلينج القصه فيها ان انت بتكت الفايبروزس في كت الفايبروزس بتستخدم ال 27 جيج نيدل وبندخل زي ما احنا شايفين من 4 ل 5 مللي قبل البليب ات وان سايد وبعدين بروسيد فورورد بالتب بتاعت السيرنج بتاعتي لغايه ما اوصل للبليب هعمل فيها وان بانكشر وهعمل موفمنت فروم داونورد تو ابورد او فروم فرونت تو باك وطول ما انا ماشيه بمشي من وان سايد تو ذا اذر سايد وانا ماشيه برفع النيدل بتاعتي قدام لورا قدام لورا لغايه ما اعمل كاتنج كامل لغايه ما اوصل للاذر اند اوف ذا بليب بعد كده برجع تاني لورا واخرج واقوم عامله الحركه دي من فوق لتحت يبقى انا بعملها بطريقتين ادخل النيدل من 4 ل 5 مللي بعد قبل البليب وادخل فورورد from one side of the blip to the other side وانا داخله بحرك النيدل فوق وتحت بعد كده بسحب النيدل اللي بره قبل ما اخرج طبعا ما خرجهاش خالص وابدا احرك النيدل from side to side على اساس ان انا بقطع الفايبروزس في كل الدايركشن من قدام لورا ومن الجنب لجنب طب النيدلينج ده في حالات كتير قوي حالات كتيره جدا لو انا ايرلي دايجنوزس للبليب فيلير بيعدي وتنيدنج كل الفايبر مساج از فيري افكت في الحالات اللي يبقى البليب فيها انسيست بليب او فيرم التايمر فيري تاب بس استخدم حاجه اسمها اوجمانتد نيدلينج يعني النيدلينج اوجمانتد بايه في عندنا ممكن ان سب كونجنكتيفال 5 اف يو ال 5 اف يو 5 فلوروراسيل يا جماعه بيبقى البوتل بتاعتي سوليوشن ما هياش باودر زي المايتوميسين واحلله 50 مللي جرام 5 مللي يبقى الواحد المللي فيه 0.5 بحقنه فين عشان هو مش ديليوتد ما بقدرش اعمله ديليوشن فما بحقنوش مكان البليب يعني بعد ما اعمل الديستركشن اللي احنا عملناه من شويه
باجي تحت في اللور فورنيك عند الساعه 6 واحقن الفايف اف يو. لما اجي احقنه ما احقنوش عند الساعه 6 دايركت، ببعد حوالي سنتي من الساعه 6 وادخل بالنيدل، ولما اوصل للساعه 6 اعمل له انجكشن، وبعدين اسحب نفسي واخرج واعمل بروبر اكزامينيشن للمكان الانتري سايد بتاع النيدل بتاعتي عشان اتاكد ان مفيش فيستولا. بعدها اقدر اعمل المساج. دي طريقه من الطرق. ممكن احقن سابس كونجنكتيفال صوديوم هايلورونيت مع الفايف اف يو. انا مكان النيدل ما عملتها ريفيجن بحقن هاي فيسكوستي هيلون خلاص، وبعدين ممكن جوه الهيلون نفسه اللي انا حقناه احقن الفايف اف يو في نفس السايد بتاع البلاب، مش قوي عند الساعه 6. دي طريقه ثانيه. الطريقه الثالثه ان انا بعمل بلاب ريفيجن وبحقن جوه البلاب ريفيجن نفسه مايتومايسين سي، بس الكونسنتريشن هنا 0.01 تمام. هذه الكونسنتريشن مش توكسيك فممكن اعملها بسهوله جدا. اخر طريقه ترانس كونجنكتيفال مايتومايسين سي وذ بليد نيدلينج. انا عملت البليد نيدلينج واتاكدت ان انا قطعت كل الفايبرس تيشو، هقوم خارجه وقافله مكان النيدل بسوتشر، غطيت قفلت تماما، اعمل بقى ترانس كونجنكتيفال ابلكيشن اوف مايتومايسين سي، وهنا الكونسنتريشن بتاعي حوالي 0.5 ملي جرام لكل متر. هو النورمال كام؟ اما اجي بعمل له سب كونجنكتيفال اثناء العمليه بتاعتي بتراوح ما بين 0.2 ل 0.5، من 2 ل 3 دقائق او 4 دقائق. هنا انا استخدمت 0.5 لان انا على الكونجنكتيف، يعني انا الكونسنتريشن عالي مش هيخوفني من من المشاكل اللي تحصل من المايتومايسين سي. طيب انا دلوقتي اتكلمت على النيدلينج وعلى الريفيجن بتاع البلاب. طب هل المايتومايسين سي له مشاكل؟ احنا لو بصينا على البلاب اللي متكونه دي نقدر حد يوصفها؟ هي هاي؟ لا دي بليب. البليب دي هايلي اليفيتد فيري سين افاسكولار، ما فيش ولا بلاد فيسل واحده فيها. دي الكلاسيك بليب بتاع المايتومايسين سي، نلاقيها اليفيتد فيري سين وول افاسكولار بليب. ليه بقى؟ لان المايتومايسين سي بالاضافه ان هو انتي فايبروتيك فانتي لو انتي انجيونيسيس. ليه؟ لانه بيدستروي الاندوثيليال سيل بتاع الكابيلوريز في المناطق اللي فيها الابليكيشن بتاع المايتومايسين سي، فما فيش بلاد فيسل. هذه البليب لايبل لكومبليكيشن كتير. يبقى البليب دي اللي هي ايرلي بليد فيلير ولا هي سيستيك بليب ولا هي ليد بليد فيلير، ده بليب فولوينج مايتومايسين سي، هي كلاسيك فيري سين وول افاسكولار بليب. طيب ايه البريكوشنز اللي انا بعملها اثناء الابليكيشن بتاع المايتومايسين سي؟ يبقى تستخدم ذا ليست كونسنتريشن، ذا ليست ديوريشن، لازم تعمل بروبر ووش للمايتومايسين سي اللي انت حطيته. كنا زمان بنغسل بين 20 ل 30 سي سي في مكان الابليكيشن اللي انا عاملاه، لا دلوقتي لازم تنشف الاول كويس مكان الابليكيشن وبعدين تغسل. وبعدين اهم من كده ان انت تعمل ميتيكولس كلوجر للكونجنكتيفا، وما تخليش السكليرال فلابس اللي انت قفلتها بغرزتين عند الكورنرز لوس، لا اقفلها كويس وتقفل الكونجنكتيفا بتاعتك كويس. طيب الاذر كومبليكيشن بتاع المايتومايسين سي، زمان احنا قلنا سين افاسكولار بليب، ممكن تعمل عندي بليبايتس، تدخل في عندي اندوفثالمايتس، ممكن يحصل ليد بليب ليكج، نلاقي البليب بتاعتنا متخرمه زي ما تكون خروم المنخل، تلاقي لو عملت لها سيدلينج تيست حطيت نقطه فلوروسين او فلوروسين ستريب تلاقيها تنقط زي ما يكون واحد جسمه عرقان وبينقط نقط. كل المشاكل دي ممكن تحصل معانا، فناخد رساله المايتومايسين سي بالتحديد لانه 100 مره بوتنت زان ال 5 اف يو، تستخدمه بتيكلس ان انت تقلل الكونسنتريشن على قد ما تقدر، تقلل الديوريشن على قد ما تقدر، تغسله كويس وتنظف مكانه، ما تستخدمش التولز اللي مسكت بيها الفورسبس اللي مسكت بيها المايتومايسين وتستخدمها تاني تقفل الكونجنكتيفا. وفي نفس الوقت ان احنا لو انت عملته في اطفال تمنع الفراكشن وتدي انستراكشن للبيشنت، لاهل البيشنت، ما تخليش يعمل رابنج لعينيه، وفولو اب بتاعك يبقى فيري فريكوينت للبيشنت اللي حاطط مايتومايسين. شكرا جزيلا.